زينب، آخر فقرة لليوم رح نحكي فيها يمكن عن موضوع بهم كثير من الأشخاص. نحن أول هي الأشخاص اللي بنسعى يمكن دائما لحتى نحقق كثير من الأهداف والطموحات، لكن مثل ما بنعرف كمان بهي الظروف الصعبة اللي كل الناس عم بتعاني منها، أنه في ضغوطات كثير كبيرة زينب بمختلف أنواعها عم تحيط حوالينا، كيف بنقدر نتغلب على هي الضغوطات مهما كانت ومهما كبرت، وكيف ما فينا نوصل لهدفنا بطريقة صح؟ رح تجاوبنا عن هي الأسئلة الدكتورة غالية سعيد، دكتورة بعلم النفس. يسعد صباحك دكتورة. صباح الخير، صباح الشمس مثل ما قالت زينب، يعني أنا مثلك كمان بتفائل فيها كتير، وصباح كل الأشياء الحلوة يا رب. يسعد لي صباحك كمان عن جديد. موضوع بهم كثير من أكيد. الصبايا والشباب، لانه اكثر حدا بيحط اهداف لا تمام. خلينا نسال اي واحد، اي شخص لما بده يحط اهداف او يرسم لك، الاسباب اللي لازم تكون متوفره اذا كان هذا الهدف في باستطاعتنا تحقيقه او لا. تمام يا سيدتي، اول فكره خلينا نسال حالنا هذا السؤال عن جد بصراحه، شو تعريف الهدف؟ لانه هذا كلمه او مصطلح كلياتنا بنسمعه من بين كثير ناس. عندي هدف، بدي اعمل هدف، بدي ساوي هدف، بس اذا بدك تسالي شو تعريف الهدف بالمجمل بيقول لك انه شغله بدي اعملها. بس تعريف الهدف مصطلحا وعن جد لحتى نكون مؤمنين فيه، لانه ما في شيء بياخذ الدماغ على محمل الجد الا اذا كان معرف تعريف صحيح وواضح. هو فكره انت مؤمنه فيها، مشبعتيها مشاعر وعواطف واحساسات وادراكات، وعطيتيها قواعد ومبادئ، وحطيتي لها كل الاشياء اللي بتعطيها فعلا طريق للتحقيق. ومن هذا التعريف بيطلع بقالب بيساعد الدماغ انه يحقق هذا الموضوع او يطلع بهذا الهدف. اكيد اول سنه من اول شهر من السنه بلش كمان كم يوم ورح ينتهي. لازم نرجع 30 يوم قبل تلاقي كل الاشخاص كانت ببدايه سنه ال 21 كانت عامله ليست كامل بالاهداف، وبدي اعمل وبدي ساوي ورح اطلع ورح كل ساوي. سنة. اكيد هذا الشيء يعني مفروغ منه. تمام، اذا مو هالسنه الشيء اللي بعدها اكيد. هلا اكيد اخر الدراسات اللي عم بتصير كل سنه وللاسف نحن عم نثبتها هي الدراسات بمصداقيه اكثر، انه نسبه 80 لل 75 ل 80% بعد 3 اسابيع من بدايه اول شهر من السنه بتطلع اوت، يعني بتبطل تفكر بهذا الهدف، او اذا بيطلع اي معائق قدامها او اي شخص ممكن ما يعطيها الاهميه لهدفها بتقول لك يلا خلص السنه الجايه بنعمله، شو في ورانا نحن قاعدين. العمر طويل غالي. العمر طويل صح. واهم فكره هلا صرنا بنسندها، اي مالك شايف كيف الظروف، مالك شايف كيف الاوضاع. تمام. مين هلا عم يقدر يحكي بهدف، مين هلا عم يحكي بكلمه؟ فنحن عم نستجر، سوري منكم على هذا التعبير، هالاشياء لحتى نثبت هذا الهدف ونوقفه ونحن ما نقدر نحققه. شو هي اكثر اشياء لحتى تخليني انا عن جد امن بهذا الهدف؟ ما اروح حط كومه اهداف، ما اروح حط مجموعه كبيره من الاهداف، ما اروح حط شغله عن جد انا ما بقدر عليها. الفكره دائما بتقول خلونا نجيب شيء عن جد نحن بنقدر عليه. نكون واقعيين. يا عيني عليكي، يعني ما بدنا نحن نقول انه انا السنه رح اعمل الدكتوراه الخرافيه يلي ما في حدا بسوريا عملها، وانا رح اساوي وانا رح اعمل. واهم شيء في عنا القتله الثلاثه يلي هن اهم عامل للهدف، يلي هن اللوم والنقد والمقارنه. قد ايه نحن بارعين بهدول الاشياء؟ ولا احلى من هيك، ولا احلى من هيك. واذا نحن قصرنا فيهم شوي، انا باكد لكم انه في اشخاص برا بذكرونا فيهم دائما. اكيد انت بدك تعمل هدف، ما شفت فلان كيف عمل نفس الفكره تمام وما نجح؟ معقول انه انت عم تطلع هيك وعم تعمل هيك؟ طب ليش مراكز معك على 24؟ ليه مالك مسكر كل الخطوات؟ هدول القتلة الثلاثة عن جد نحن اللي نقول عنهم قد ايه نحن متعامل فيهم بحياتنا، قد ايه اذا ما كنا عم نعمل هدف بحياتنا العاديه هن موجودين. تمام. فينك تغيبي عنهم شوي، واذا غبتي عنهم انا باكد لك انه في اشخاص عم بتذكرك فيهم. تمام. كل شوي اذا ما نقدك بلومك، واذا ما لامك بيعمل لك مقارنه ومن هي الاشياء هي كلياتها. تمام. فالفكره الاساسيه اذا بدك تحكي عن جد على هدف ثابت عندك، اول شيء يكون هدف قصير محدد وعن جد انه يضل لحالنا، بس ما نطلع فيه علنا، ما نحطه على الفيسبوك انا هدفي هي السنه انه اعمل كذا، أكيد لا. يكون هدفي أنا ذاتي وشخصي كتير وكتير مهتم فيه، وعن جد حاول أني أشتغل فيه بالصمت بالخفاء إلى أن تطلع النتيجة المعلنة، وقتها خد أمجادك قد ما بدك وأعلن عنه. تمام غالية، الشيء الحلو يمكن يلي أشرتي عليه أنه شخص يختار هدف على هوى قدراته، يكون واقعي باختيار الهدف.
كل ما كبرنا الهدف اكبر من قدراتنا كل ما كانت يمكن الصدمه اقوى. صح. فاليوم كيف الانسان كيف قادر انه فعلا يختار الهدف يلي بيناسبه من طريقه شغله، حياته، ظروفه الاقتصاديه، النفسيه، الاجتماعيه كلياتها، شو هي الامور يلي لازم انه يراعيها باختيار الهدف؟ تمام يا سيدتي، اول شيء خلونا نبلش بهدف يومي. جربتوا تحطوا هدف يومي يعني اليوم لاخر النهار؟ لا جربيها، عن جد الفكره كثير ممتعه. انا حاقول لك على طريقه انا شخصيا عملتها. الصبح كلياتنا بنصحى بنحط فنجان القهوه وبنقعد بنفكر باشياء لا متناهيه، يعني بنطلع من غرفه لغرفه، صدقوني اخر شيء بتطلعي بوجع الراس، ما حيطلع معك شيء. تعالوا نجرب مع فنجان القهوه كل يوم، نقول انه انا بدي اعمل لو هدف بسيط لاخر النهار. خليني اقول على اقل ما يكون انه انا اذا ماسك دايت التزم فيه لاخر النهار. لاخر النهار ما عم بطلب اكثر من هيك، انه ما عم اقول لك انه احترمي حالي، لاخر النهار. فنجان القهوه الصباحي هذا اللي طقس مقدس عنا كلياتنا، انتم ما بتتخيلوا اذا بتقرني بفكره بسيطه لذيذه سهله قصيره ممتعه، ما بتتخيلي احساسك انه برافو انا عملت باخر النهار، انه انا كان في اكل كثير اليوم انا حارمه حالي منه وقدرت قاوم حالي لانه انا ما بدي زيد وزني مثلا. ما بتتخيلي قد ايه سهله القصه. برجعوا معك لبلش لك لتطلعي بالهدف الكبير، برشوا عن جد بالاهداف. في اهداف ساعيه يعني ساعات بتكون تمام. وفي اهداف ممكن تكون يوميه، في اهداف اسبوعيه، في اهداف شهريه، في اهداف سنويه. وغاليه مثلا عند فنجان قهوه بنقول اليوم ما راح اعصب، ما راح اتضايق، كل شيء بعصب بالدنيا بس كل شيء بعصب تمام. لك هلا وانا معك بالفكره بس احذري لي، لانه انا عم شبع الفكره اللي انا ما بدي اياها، انه انا ما راح اعصب، انه ما راح اعصب، انه ما راح اعصب، بس من جوا في شيء حيقول لي والله لا تعصبي تعصيبه غير شكل، طولي بالك. الفكره يا سيدتي انه انا ما عم بعرف قود افكاري قبل ما تطلع على فنجان القهوه تبع الصبح. الليله امبارح قبل بليله مع مين كنتي عم تحكي؟ مع مين كنتي قاعده؟ نحن دائما بنتاثر باكثر خمس اشخاص محيطين حوالينا. روحوا شوفوا اكثر خمس اشخاص محيطين حواليكم، شو وضعهم؟ شو طريقه تفكيرهم؟ شو عقلهم؟ كيف يبرمجوكي؟ كيف بيحكوا معك؟ كيف بيودروا لك افكار؟ كيف بيتعاملوا مع افكارك؟ كيف اذا حكيتي فكره بيقول لك برافو او شو بدك بهالقصه؟ تمام شيلي من بالك. فهدول اكثر خمس اشخاص انت اكثر حدا متاثر فيهم. فبلشوا لحتى يطلع هدف مثل ما قالت فرح على قدنا بيومي، بساعه، باسبوع، بشهر، بعدين نطلع على الاهداف السنويه والكبيره، لانه اول ما بتحققي اول انجاز او اول انتصار بالنسبه لك ما بتتخيلي السعاده، ما بتتخيلي قد هلا صدقا اذا انت كنت عامله دايت والتزمتي ونزلتي كيلو ضمن الفتره اللي حطيتي قد تنبسطي؟ قد انه برافو قد عملت انا انجاز. انا كل شوي بسترزين حالي لاتاكد كل شوي لاتاكد واحتمال تصوري وتضلي هيك انه انا مبسوطه انه انا قدرت. فما بالك اذا كنتي حاطه اهداف كثير كبيره وبلشتي تحققيها. والسؤال الجوهري كل يوم نسال حالنا هذا السؤال، هل انا تقدمت من الهدف اللي بدي اياه لو ميلي لو سنتي لو متر واحد؟ هل انا عم بعمل هذا الشيء؟ هل انا عم روح؟ هل انا عم بحكي مع الاشخاص اللي بتساعد؟ هل عم فكر بطريقه صح ولا بعدني واقف بمكاني بس مجرد انه انا عم لم كل شيء سلبي وناس بشعه وافكار مشعه بحياتي؟ وشو عم بعمل بهي القصه؟ تمام. طيب خلينا نسأل كمان على طيب أنا حطيت أهداف مثل ما قلتي صغيرة وقدرت أنجزها. طيب طبيعة الأهداف اللي أنا لازم حطها لازم أعطيها وقت يعني زمني تمام. يعني مثلا أنا حطيت هدف أنه بدي أترقى بعملي، بدي أجتهد بعملي مثلا، هذا له وقت زمني؟ تمام. هذا الشيء بيرجع أولا لطبيعة الهدف. خليني امشي على المثال اللي انت تحدثتي عنه، انا بدي اترقى بعملي. اولا لازم اسال اذا انا بدي اطلع مرتبه او ليفل اعلى بعملي قد ايه لازم تاخذ مثلا شهرين، ثلاثه، ست شهور، لانه اكيد مو بنهار وليله هي ممكن تصير هذا الموضوع. في اهداف اذا قرنتيها بوقت هي بتكون حافز لتتشجعي وتحققيها، وفي اهداف اذا قرنتيها بوقت بتفشل للاسف. فانت على حسب طبيعه الهدف اللي انت عم بتفكري فيه، هيدي اولا. ثانيا طبيعتك انت، هل انت شخص ملتزم؟ تسالي حالك السؤال، هل انا ملتزم اذا حطيت وقت؟ في اشخاص اذا حددت بوقت فهي بتخاف فبتوقف، لك انا ما فيني، تركني على راحتي، بعمل الهدف باريحيه، ما تحدني بوقت لانه اذا حددتني ممكن انا انه اتلبك او ما بعرف اتحرك. طبيعه الهدف وطبيعتك انت، طبيعه الفكره اللي بتفكري فيها، وطبيعه المكان اللي عم تسعي لتكوني بهذا الهدف، هي بتقلك اما تحددي او ما تحددي. فما فيك تعممي لانه كل تعميم هو خطا. تمام. فانت بدك تشوفي ديناميكيه تفكيرك، افكارك، اهدافك، وبدك تدوري على حدا بيشبه الهدف اللي انت عملتيه وتساليه هل التزمت بوقت؟
ولا تركت حالك على راحتك؟ ولو انه ما كتير فكره انك تتركي حالك على راحتك، لانه الانسان بطبعه كسول يعني ملول، يلا اليوم يلا بكره يلا بعد بكره. بس بدك تشوفي في حدا كان بيشبه هذا الهدف، كيف عمله، كيف ساوى، وين وصل له، مين الناس اللي قعد معها. احنا دائما للاسف بنروح بنركض وين الناس اللي ما انا منيحه وبنقعد جنبها. ورجيني كيف فشلتي باخر تجربه، اوه بيعطيكي انجازات. تمام، بس تعي روحي لعند حدا ورجيني كيف نجحت باخر تجربه، يا شو بدي فيها، لا خلص بروح لعند الاسهل، كيف نزلت. يعني غاليه خلينا نقول انه دائما الاشخاص المحيطين فينا وانتقائنا لهدول الاشخاص، ما بدنا اشخاص سلبيين. انا طبعا. يمكن من الناس اللي صار عندي عاده اي شخص مثل ما بنقول له بالعامية حدا نقاء كثير ما بيشكر يمكن بالاشياء الموجوده عنده، وبنقول له يمكن زينب انا وياك نكدي اوقات، فهذا الشخص خلينا نبعد عنه لانه هو حتما رح يحطم كل معنوياتنا وياثر علينا بشكل او بالثاني. مشوار النجاح والاهداف طويل أكيد، وبده جهد وتعب وبده تحدي. فبدنا نقول لك غالية شكرا لك ولكل الأشخاص يلي عندهم هي الروح، روح التحدي، واللي قادرين يكملوا يومهم رغم كل هاي الضغوطات، قادرين إنه يوصلوا لطموحاتهم وأهدافهم. شكرا لحبيبتي، يسعد صباحكم يا رب بكل محبة وسعادة.